وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، كيف مشوا معنا تحركات الظاهرة الأيمن نصير المزراوي اللي قدم مباراة كبيرة وسجل هدف أقل ما يقال عليه عالمي وفي نفس الوقت غالي وثمين لفريقه أياكس لأنه أهدى به 3 نقاط للفريق وانتزع الصدارة من بيز في أيندوفن. ما يعجبني في نصير المزراوي هذا الموسم نظرا للتألق دياله وهي القوة البدنية اللي ولا كيمتاز بها في الالتحامات في الثنائية دياله دائما كيفوز بهم. وشفنا نصير المزراوي غير وكيل الأعمال دياله، الآن عنده رايولا واحد من أهم وكلاء الأعمال في العالم، وشفنا الحديث عليه مؤخرا بصفة كبيرة من عدة أندية أبرزها برشلونة الإسباني. فنتمنى المشكل اللي عنده مع وحيد خيل وزيش يتحل ويرجع للمنتخب لأننا بحاجة ماسة لخدمات نصير المزراوي. خليونا الرأي ديالكم في الأداء اللي قدم اليوم نصير المزراوي في الهدف اللي سجل اليوم، مش بخرج علينا بالآراء ديالكم، خليونا الرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلوا من الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد. السلام عليكم.